ونس اخويا. والان شوف كلامه هو تو طالع من العمليات كم نعم ما له ربع ساعه ربع ساعه يعني هذه مراجل تتوالى وخدمتك لبلدك لكن ان شاء الله احنا نزورك وقت يكون افضل لك وتكون ان شاء الله مرتاح ونستضيفك ونقوم ان شاء الله بواجبك بما يليق بك ويليق بهلك حمولتك حمولت طيبه وقبيلتك قبيلت طيبه وانت مثل العقال هذا فوق الراس جعلك زوج ولا ابيك تقبل مني هالبشت هذا بشتي ابوي عطاني اياه ابيك تقبل احطه عليك اسمع 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 مقبول لا ترد يا عبد الرحمن يا عمر اخوي ان شاء الله طلعت جاك ذكر يا ابو ان شاء الله نحضر مناسباتك ولوم كل طيبه كلها يا عبد الرحمن انا اللي زايرك خلي انا بسوي عندي راس عبد الرحمن الله يطول عمرك